طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا صدر الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين إلى الأبناء بالإحسان إلى أبويهما بالإحسان إلى الأب والأم. لماذا؟ لأنهما ربهما وهم صغار، فكيف يعامل الآباء الأبناء؟ إذا فهمنا أن الآباء قد يعقون أبناءهم، كيف يكون هذا العقوق؟ وهل يعق الآباء أبناءهم؟ أم أن الأبناء هم الذين يعقون الآباء والأمهات؟ كيف نترجم هذا العقوق؟ وكيف نحاول إصلاح هذا العقوق من خلال الشرع الرباني؟ وكيف نقوم من سلوكياتنا وشريعتنا نحن والعرف الاجتماعي الذي جبلنا عليه؟ وكيف يتوافق الآباء والأمهات مع تعليم الله سبحانه وتعالى؟ وهل لهذا العقوق من الآباء للأبناء صور من القديم أو من الحديث؟ ما قصة الرجل الذي اشتكى ابنه لسيدنا عمر بن الخطاب بأن ابنه يعقه، فقال له سيدنا عمر: عققته قبل أن يعقك. كيف عق الرجل ولده؟ وكيف أصلح عمر بن الخطاب هذا المنهج ليوجد لنا في الحياة منهجا؟ من برنامج دينا قيما، مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة في برنامج دينا قيما عقوق الآباء. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. مرحبا، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. وصاحب الفضيلة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، مرحبا بفضيلتك. بارك الله بكم ونفع بكم. بارك الله فيك، بارك سيدي. فضيلة الإمام، فضلتك في الحلقة المنصرمة قلت عقوق الآباء للأبناء. نعم. اتهمت نفسي بالسماع خطأ، لكن الاستماع كان حقيقة. ماذا تقصد بهذا المصطلح؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم. درج الناس أن يستمع الواحد منا إلى العلماء الأجلاء والدعاء الفضلاء. نعم. إلى قضية بر الوالدين، وهذا شيء جميل. تمام. ولكن يبدو أطلنا الحوار أو الحديث عن حقوق وما تحدثنا عن واجبات، والدين حقوق وواجبات. فإذا كان للأب والأم حقوقا فإن عليهم واجبات. فنريد في هذه الحلقة مع شيخنا الجديد أن يعني نتكامل أو نتواصل في قضية هل يعق الأب أولاده وهل تعق الأم أولادها وبناتها. يعني هذا منطق مهم جدا. سؤال ما تروح توافق فضيلة الدكتور محمد راتب على توافق؟ نعم توافق. نعم. مع أنه ما ورد في أي القرآن الكريم وصينا الإنسان بوالديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات وآخر الأحاديث، كيف نفهم حقوق الآباء؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. تمام. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم. يطعمه، يسقيه، يشتري له الثياب، يضعه في مدارس، لكن لا يهتم بدينه ولا بإيمانه، ضيعه. فالبطولة أن تهتم بالإيمان. يعني بيدخل الأب مساء، هل كتب الأولاد؟ هو عذر المقاطعة كابن لفضيلتكم نتعلم، هو الضياع هنا عدم تعليمي مع تعاليم الدين الإسلامي؟ طبعاً. أو يقول لفضيلتك أنا أكلت أفضل طعام وسكنت في أفضل بيوت ولبست أفضل الثياب. بس ماذا قال الله عز وجل؟ اقرأ أول كلمة بأول آية بأول سورة اقرأ. نعم. ما معنى اقرأ؟ اقرأ باسم ربك، تعلم كي تؤمن. علمه في الفرير والمرددوف، احلى تعلم المدارس. كي تؤمن. هي قراءه بحث، القراءه الاولى قراءه بحث وايمان. بحث وايمان. نعم.
في قراءة طغيان لا سمح الله، في قراءة وحي وإذعان، في قراءة شكر وعرفان، أربع قراءات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قراءة بحث وإيمان، تعلم من أجل أن تؤمن، من أجل أن تعرف علة وجودك وغاية وجودك، ثم تعلم أيضا من أجل أن تشكر خالقك على نعم ثلاث: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. نعم. أول قراءة بحث وإيمان، الثانية شكر وعرفان، الثالثة وحي وإذعان في منهج إلهي. تمام. في خالق السماوات له منهج. وانتظرنا له. أما الطرف الآخر عدوان وطغيان. والعياذ بالله. القبلة الانشطارية والعنقودية والحارقة الخارقة، هذا كله صار شيء آخر. نعم. تمام. نعم. شيخنا الدكتور صاحب فضيلة الدكتور عمر، يعني أنا ودي قصة، وأنا أعرف أنك باع كبير في مسألة التاريخ وتراثي، عن رجل عق أبنائه. نعم. يعني والله هذا تضحفنا بهذا يعني القصص كثير من. نعم. هذا واحدة اختر ما شاء الله. يعني حتى يقال في الطرائف أن رجلا كبر في السن حتى صار عبر السبعين ثم تزوج فأنجب، قالوا عجبا، ما الذي أخرك، ما الذي أخرك يعني على يعني كذا الزواج والإنجاب؟ قال أعاجله باليتم قبل أن يعاجلنا بالعقوق. يعني هو الولد يحصل على لقب يتيم أحسن ما هو ابن عاق. ابن عاق يعني. فعمر الله يرضى عنه وضع يعني وهو عبقري الإسلام يعني سبحان الله نقطة فوق حرف في التربية، عندما جاءه من يشكو أباه لأن أباه قد تزوج أمة يعير بها أمام أصحابه، ما حفظه القرآن، سماه جعرانا، فلذلك يعني جعران، جعران وهو نوع من الخنافس سبحان الله، فالولد يستحي من اسمه، فهنا قال عمر عققت ولدك قبل أن يعقك، فالقضية أن المسألة أصبحت معكوسة، هذا أمر. الأمر الثاني، الآباء نوعان، الآباء والأمهات، يعني إذا قلنا الآباء يبقى الآباء والأمهات. الأباء نوعان، نوع يعتبر أن عنده كيان إنساني يجب أن يعني ينتج منه إنتاجا صالحا حتى يترحم الناس عليه ويقول رحم الله فلانا رحم الله فلانا، وتترحم زوجة الابن على والد زوجها، وتترحم زوجة الابن على أم زوجها، بارك الله فيكما نعم ما أحسنتم التربية. وفي من يدعو سبحانه، فهنا هذا المنتج هل أنتج لنا بصمة في تاريخ الإنسانية تضاف للبصمات؟ هذا أمر. النوع الثاني بيعتبر أن عنده معذرة عاهة، هذه العاهة تضاف إلى عاهات وينضم الصفر إلى أصفار. تمام. وسبحان الله العظيم يخرج لنا إنسان معاق سلوكي، معاقا سلوكيا. جميل هذا المصطلح. يعني ما لا والله ليست الإعاقة في فقد نظر او لا 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 لا, لا, لا هذه ليست إعاقة، سبحان الله هذا ابتلاء، لكن الإعاقة الحقيقية إعاقة سلوكية. هل يخرجوا لنا سبحان الله يعني بنوا في البيت او عملوا في البيت معلفا ام بنوا مدرسة للتربية؟ يعني هي القضية معلف. يعني يقول لك ان والله زي ما انت ذكرت فضلت الشيخ ان انا وديته احسن مدرسة وذهبت به احسن تعليم سبحان، هذا من باب الف باء في الاول، لكن هو ما ربه لم يحسن التربية. لماذا؟ لان اذا يعني نتيجة هذه التربية يثني على الانسان جيرانه في الحضر ورفقاؤه في السفر ومعامله في الاسواق، هل اثنى الأساتذة في مدارس أولادنا على أبنائنا أدبا وعرفانا؟ هل شعروا أن سبحان الله لما سلمنا البنت إلى زوجها هل سجد لله شاكرا قال الحمد لله الذي نشأت في هذا البيت الذي ربى فأحسن التربية؟ أحد الصالحين عبد الله بن زيد من التابعين لما تزوج فوقفت العروس في أول لحظة على مصطبة عالية كده في البيت، قالت يا أبا عبد الله أريد أن أخطب فيك خطبة مثل العرس. جميل. تفضل. قالت لي يا أبا عبد الله أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، فخبرني بالله عليك ماذا تحب من الأمور حتى أتيه وماذا تكره حتى أتجنبه. المهم بعد عام كامل يحكي يا أبو عبد الله، بعد عام كامل رأيت امرأة عجوز تأمر وتنهى في بيتي، قلت من هذه؟ قالت أنا أمها.
يعني حماته جزرته بعد سنة مش الساعة 7 الصبح ده يوم لا بعد سنة كامل سنة سبحان الله. قالت يا أبا عبد الله هل أحسننا التربية فنسجد لله شاكرين أم نسأنا التربية تعطينا إياها كي نكمل التربية. يا سلام يبقى دي فاهمة القضية جميل فاهمة القضية لكن أنا يعني أسلم عاها إلى عاها بالله عليك يعني ماذا تكون النتيجة سيئة بالفعل. يعني صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب بارك الله فيك وعسى الله عليك حتى نكون في وضع التقارب وكل منا يعرف ما له وما عليه. ما حقوق الآباء على الأبناء وواجبات الأبناء تجاه الآباء؟ كما حددها الشرع الحنيف. هناك مقولة نحتاج لها في هذا اللقاء الطيب. لاعب ولدك سبعا. أيوة. وأدبه سبعا وراقبه سبعا. ثم اترك حبله على غريبه. في مرحلة لا بد من ملاعبه سبع سنين يعني. نعم لاعبه سبعا أدبه سبعا راقبه سبعا مرحلة المراهقة إن عاقبته في مشكلة وإن أهملته في مشكلة راقبه سبعا وفي تأديب أو صادقه أي نعم تمام نعم. يعني صادقه يعني أولادنا يمكن كبر ابنك خاوي راقبه نعم. إذا كبر ابنك خاوي فلاعبه وأدبه وراقبه فالإنسان لما بيسلك هالطريق هذا الصحيح يسلم من عقوق الأبناء عظيم هي كلام كلمة دقيقة جدا طبع. فلذلك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا دقيقة هل يمكن أن نعطف شراء مزرعة على بلعقة؟ لا من لوازم العطف التماسك التكافلية الله عز وجل رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهي باء الإلصاق سيدي نعم باء الإلصاق تمام يعني ممكن تقول للسائق ودي فاكهة لأبي الأصل أن تزوره أنت بنفسك الله الإلصاق جميل فالحقيقة بر الوالدين أحد أكبر العبادات تأتي إلى جانب العبادة لله عز وجل نعم الله هو الخالق وكان هالأب والأم سبب وجودك سليم نعم ده من حقوق يعني حقوق الآباء على الأبناء نعم نعم طب واجبات الأبناء ناحية اتجاه الآباء شيخنا الدكتور كيف يعني أولا أن الآباء يجب أن يعين أحدهما أو كلاهما أبناءهم على برهم يعني ما ينفعش أن أنا أعطي الولد أوامر ونواهي أن يبرني وأن يطيعني لا انا يعني من الواجب الاب والام يكون عندهم شيء يسمى الذكاء الاجتماعي الذكاء العاطفي تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم اعلى قيمه الذكاء العاطفي في البيئه التي كانت لا تعرف العاطفه نعم فكيف يعني انا عندما اريد ان امر ابني امرا او ابنتي امرا خلاص من الواجب الاب والام يعني يتفقدوا يجعل بينه وبين ابنه وابنته مسافه كي لا يقال له لا يعني عند القطع اتوقف وانتظر واترقب وانظر واقرا الوجه عندئذ اتوقف هذا ذكاء الاب والام ليه لان انا اعين ابني ان يقول لي نعم لم يستطع ان يقول لي نعم اسكت انا هنا اتنازل عن جزء من حقوقي تمام لان ده في الفقه الاسلامي اللي هو ايه الاعتساف في طلب الحق يعني ما انت عشان اب خلاص تامر وتنهى في اي وقت ما ينفعش فعلا عشان اب لا تمشي المركه يا اخي زي ما الولد عايز يا اخي الولد لا يحب عمه يقول له انا ابوك اصنع ما اطلبه منك لا 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 هذا كلام مش يعني ياتينا بعض الناس يقول يا اخي انا لا احب زوجة ابني اريد طلاقها ليه يا عم الحاج يقول والله انا لا احبها يقول يعني عدم حبك لها لا يبيح لنا ان نطلق يقول ما ابو بكر امر ابنه ان يطلق اول ما تصل الى درجه ابي بكر هنطلق لك بنتك على طول بنت ابنك مرات ابنك انت لما تصل لدرجه ابي بكر انت ما وصلتش حتى سبحان الله يعني انت وصلت لابو بكر قائد السياره مش ابو بكر الصديق فالقضيه ان احنا حق الابن على ابيه ان سبحان الله يعني انا ارى والله اعلم هل يتجرأ أحد المشاهدين والمشاهدات الآن ويقول عند سن 4 سنوات أو 5 سنوات سوف أفرغ ولدي أو ابنتي لحفظ القرآن قبل أن يدخل الدراسة والله سوف يتفوق هذا الولد وهذه البنت على أقرانهما إذا التحق بالدراسة ولو تأخر عنهما سبحان الله يعني كمثال جميل مع دقيقتان الوقت معكم يمر مرة سريعا
صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب بارك الله فيك، في القرآن الكريم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الربط بين التربية في الصغر وبين عدم أن نقول لهما أف، كيف نفهم هذه العلاقة؟ بل لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لذكرها الله، لذلك العلماء حملوا على كلمة أف ما بر أباه من شد نظره إليه. يعني ينظر إليه شزرا يعني. هيك طلع فيه. ما بر أباه. يحمل على هذه الكلمة مئات الحالات. تمام. هذا من بر الوالدين. تمام. لذلك أقول كلمة دقيقة، للأبناء حق على الآباء. هذا الحق قبل أن يولدوا. أن يحسن الأب اختيار أمهم. والعكس. تمام. والأم برضو تختار. نعم. أن يحسن الأب اختيار أمهم. فإذا لم يحسن اختيار الأم في مشكلة كبيرة. تخيروا لنطفكم. نعم. الشيء الآخر يحسن يعني تسمية الاسم. يعني النقطة الدقيقة، في عنا طبع وتكليف. محبة الآباء للأبناء طبع. ما في آية تلزم الأب يطعم أولاده. أما في آيات كثيرة ببر الوالدين. في فرق بين الطبع والتكليف. تمام. ما في أمر لأي جهة حكومية أن تلزم المواطنين بتناول طعام الإفطار. صحيح. طبعا. أما في أشياء كثيرة في إلزام. ده طبع ولا ده طبع؟ أي نعم. ولا تكليف. لذلك الطبع يطبع المؤمن على الخلال كلها. طيب. إلا الكذبة والخيانة. لكن التكليف صدر من الله للأبناء بالإحسان إلى الآباء. طبعا. هذا تكليف. إنه إحسان الأب للأم الأب للابن. طبع. وإحسان الابن للأب تكليف. تكليف. لأنه هو الإنسان لما بيتزوج ضد هواه، هواه مع زوجته. نعم. أما أمه عبء عليه مع عياله، ففي الأمر أن يعتني بأمه. هذا تكليف. أما الأم عنايتها بابنها طبع. تمام. سليم. أدخل لمستشفى المحجبة تبكي لأجل ابنها. نعم. والسافرة كذلك، وأي امرأة. هذا شيء وضع في نفوسنا. أكاد أقول الأجر ما كان طبعا أقل مما كان تكليفا. طبعاً. نعم. هل أقل بكثير. في عجالة سيدة، هل عق جريج أمه حتى يصيبهما أصابه؟ لا، هو جريج فهم يعني نصا معينا وتوقف عنده. شوف، ما زلت أؤكد لنعين أبناءنا على برنا. قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لو قالت الآية إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين لكانت الجملة صحيحة. الرؤية مكررة مرتين. إني رأيتهم. من شدة إنصات يعقوب لولده واهتمامه به، نحن نستمع لأبنائنا لا ننصت لأبنائنا، هو أنصت. فلما أنصت سأل عن كيفية الرؤية. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، كأنما يعقوب من شدة إنصاته يسأل كيف رأيتهم يا يوسف؟ قال رأيتهم لي ساجدين. يبقى إذن ده تناغم هارموني ما بين الأب وابنه. هذا الأب عندما يعني يقول لولده كذا سوف يطيع، لأنه عمل أرضية. لا تقصصوا إياك على إخوتك. عمل أرضية من نحن نجيد الاستماع لأبنائنا ولكن لا نجيد الإنصات. وفي طرفة سريعة ذهبت للأب، يا أبتي ما اسم الحفرة التي أمام بيتنا؟ قال أنا أشاهد مباراة كرة قدم. اذهب اسألي أخاك. راح لأخوها فلقيته على قاعد على بتاع الكمبيوتر. أخي إيه الحفرة اللي؟ قال لا اسألي أختك. سألت أختها، اسألي أمك. راحت للأم قالت لها أنا بطبخ مش ما عنديش وقت. طيب ذهبت لأختها الصغير الحفرة اللي قالت لها اسمها بئر. طيب أخي الصغير حبى ووقع في البئر. يا الله وكل مشغول بشاكلتي يوم التصرف. لا اله الا الله. شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، بالحب عشنا لقاء بالخير والامل يمضي بنا موكب الزمان وحتى يضمنا لقاء جديد. اشكركم واشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريمين العليمين الجليلين الثبتين العدلين اصحاب المعالي والفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيدنا. بارك الله فيك. اهلا بك. وفيك بارك. وصاحب المعالي والفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. شكرا لفضيلتك سيدنا. بارك الله بكم. وفيك بارك. وحتى ضمننا لقاء جديد مع تذكر الموت. نترككم في رعايه الله وامن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
الباقي حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما احفظ عقلا عينا احفظ سمعا وفما أين المسلم أين فالمسلم من سلم بالدين تربينا يا فوز من التزم رب أدمه علينا اهدنا دينا قياما طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما طلع النور